نحكي على نهار الاثنين وبداية الأسبوع بالنسبة للناس الكل. علاش نحكي على موضوع اللي هو البدايات عند العباد؟ دونك علاش ديما العباد يلقاو مشكلة مع البدايات وفي العلاقات الاجتماعية في حياتنا في خدمتنا؟ دونك هذا الكل نحكي فيه مع ضيفنا سي عدنان السعدلي خبير دولي في التنمية البشرية والاقتصادية. مرحبا. صباح النور. صافا لاباس؟ الحمد لله. نشاط وحيوية رجعت لنا بعد غياب شوية. لا هاي بي. دونك الموضوع اللي باش نحكيو عليه اليوم سيرتو احنا نهار اثنين ديما نقولوا بداية اسبوع موافقة للناس الكل، لكن فما برشا عباد يقول لك نهار اثنين صعيب عليا، نهار اثنين يتعدى رزيم، بداية الاسبوع ديما فيها مشكلة، حتى باش يبدا علاقة جديدة باش يبدا خدمة جديدة، البدايات ديما عند التونسي تحسها شوية فيها صعوبات. طبعا هذا موضوع معناتها مهم برشا، شكرا اخويا اسامه. والموضوع هذا معناته هو الكل يجي تحت عنوان انه معناته التونسي ديما متشائم. كل بدايات متشائم، اللي باش يرجع لقرايه تلقاه متشائم، مازال عام جديد اش باش يكمل. علاش؟ لانه الناس دائما تخمم في النهايات. والقاعده الذهبيه ايش تقول؟ تقول لا توجد نهايات بدون بدايات. اذا انت ما تبداش ما تنجمش توصل للهدف نتاعك. باهي، فالعمل كيف كيف. الأم في البيت تقول لك كيفاش باش يكمل أنا نهاري ننظف ونغسل وكذا، الطفل وقت اللي يحط معناتها دروس وباش يقرا في الليل كذلك. دونك شنو ولات هذه؟ ولات في الفطرة نتاع التونسي، في اللاوعي نتاع التونسي، أنه دائما متشائم بالبدايات. يظن أنه البدايات صعيبة. لكن ساعات سامحني ساعات نهار الاثنين بديت العباد تخمم في الويكاند الجاي معناتها. أها. دونك هنا شنو يقول لك؟ يقول لك بالنسبة لي أنا نحب ديريكت نهار السبت. يا حبيبي نهار السبت ما نجمش يجي نهار السبت اذا ما يتعدوش الخمس ايام اللي قبل. وكذلك اخر الدراسه ما يجيش قبل ما انك انت تتعب وتوصل الى المستوى هذا. باهي، التشائم هذا خلينا نلخصوه في سطر. شنو هو التشائم هذا؟ التشائم هذا هو عقليه معناتها يعني شعور سلبي يجي في اللاوعي نتاع الانسان انه يتخيل انه اي موضوع جاي ماهوش باش يتوفق فيه. دونك هنا شنو هو الحكم على النهايات قبل انه ما يبدا في الموضوع هذا؟ علاش التونسي يقول لك نهار الاثنين صعيب؟ باهي، لانه دائما احنا متاثرين بكلام الناس. تمشي في القهوه تقول واش باش تكمل الجمعه. دونك هنا يوم يومين كان ما يامنش بالشيء هذا نهار نهارين وصل ليه. باهي، فما اسباب معينه حكاو فيها الخبراء في العالم يقول لك هاك علاش الانسان بالنسبه بدايه الاثنين او غيره او الدراسه وكذا. انت قلت الانسان هنا مش معناتها التونسي كهو. لا لا، هذه موجوده قاعده عالميه. هذه معناتها طبعا هذه مشوا فيها الخبراء وحكاوا، لانه معناتها موجوده في برشا دول في العالم. دائما الناس تبدا بالبدايه، احنا نشكيو معناتها من نهار الاثنين، في الخليج يشكيو بنهار السبت خاطر بدايتهم بالسبت، وبلدان العالم كلها يعني فما برشا شعوب تشكي مش هيال. قال لك اول حاجه السبب الاول المهم اللي ما يخليش معناتها يخلي الانسان ديما يشكي هو عدم رضاه على نفسه. باهي، الانسان وقت اللي يبدا ماهوش راضي بنفسه، او انسان يبدا ما عندوش خبره في المجال اللي باش يمشي يخدم فيه تلقاه ديما متشائم. علاش؟ لانه كيما يعني هاك ليكزامان اللي باش نمشيو نعديوه معناتها دائما هو خايف، وفي النهايه من بعد تلقاه معناتها الانسان يعدي ليكزامان خايف منه في النهايه يجيب 17. دونك النهار اللي يجيب 17 يضحك على روحه، لانه الخوف اللي حب هذا غول مكبرينه احنا. شو معناتها مكبرينه؟ معناتها احنا دائما عندنا الترهيب هكا والحب نرجعوها قبه وديما لا وصعيبه كذا، لكن نهار اللي يتوفق يبدا يضحك. وهذا راهي فتره الخوف، فتره باهي الخوف فتره. فما خوف انه ايجابي وفما خوف سلبي. الخوف الايجابي انك معناتها ساعات تخاف من حاجات باش تبعد عليها، مثلا انسان يخاف من الماء او من النار باش يقرب منها كذا. ولكن الخوف السلبي الخوف اللي مثلا يخلي التلميذ ما يحبش يقرا، الخوف اللي يخلي التلميذ ما يحبش يراجع الاكزامانات نتاعه، الخوف اللي يخلي التلميذ مثلا ما يسمعش كلام امه، الخوف اللي يخلي التلميذ مثلا ما معناتها ما يحبش يمشي يقرا نهار الاثنين. علاش؟ لانه يقول لك انا لو معناتها لو يخيروه باش يمشي يقرا نهار الثلاث تاكد يقين انه كيف كيف باش يقعد خايف. علاش؟ لانه الخوف معناتها البدايات دائما هذه حاجه فطره في الانسان. السبب الاول عدم رضاك على نفسك. باهي، السبب الثاني ممكن هذه إمكانية، الشخص هذا مثلا نقوله في الخدمة أول يوم مثلا دخل الخدمة متاعه تعرض إلى موقف قاسي خلاه دائما يخاف من نهار الاثنين،
وانت تعرف مثلا ريكريتمون تاع موظف جديد يدخل يلقى ناس عندها كارير نتاع 30 40 سنه تقول له والله يفك عليك احنا هنا 30 سنه 40 سنه نخدموا في الخدمه هذه والله ما ربحنا منها شيء. بعث لك التشاؤم ديجا صايب بداله معناتها معناتها اعطاه البدايه نتاعو سلبيه اللي هو العكس لو انه شجعه يقعد موش خايف شو يقول له؟ يقول له والله يسمع احنا 30 سنه نخدم هنا ما كوننا منها شيء الخدمه. ولكن هو لا دونك هنا ثم موقف تعرض له معناتها تنجم كلمه تغير ميزاج تغير مسار حياتك ولا مسار حياة كما قلت كيما انت مثلا تلامذة 40 تلميذ دخلوا يقراوا عند معلم او استاذ في اول السنه يقول له هذا صعيب راهم حكيوا عليه. دونك هنا ثم قاعده معناتها في علم الاداره ايش تقول؟ تقول الخريطه ليست المنطقه. انت نجم انسان يقول لك اسمع فك عليك ما تمشيش مثلا لحي التضامن. تمشي لحي التضامن تلقى ناس طيبه وتتعامل معاهم وتقعد وتشرب قهوه. كي تخرج من حي التضامن انت مثلا هي حومه شعبيه تقول والله غريب حدثوني عليه بالعكس انا هاني مشيت ولقيت ناس طيبين كذا. فالانسان دائما الاحكام المسبقه هذه يتجنبها. باهي قلنا ينجم يكون تعرض الى موقف قاسي. حاجه ثالثه برشا ناس صغار وكبار يكرهوا المواجهه ما يحبش يواجه. معناتها انا مثلا ما يحبش يكون عنده عرف يقول لك انا داخل في خدمه جديده باش يكون عندي عرف زعما باش يعيط عليا زعما كي نغلط باش يصير. لا يا حبيبي اللي ما غلطش في الدنيا ما وصلش ما يتعلمش طبعا. والاغلاط معناتها كلنا بدينا نتعلمه. انا نذكر روحي معناتها اول مره خرجت كيف الامارات باش نعمل محاضره ما عندكش فكره حصيلهم فبري انا بكل معناتها نذكرها اول مره ولكن بعد حكيت دقيقه نلقاها حاجه عاديه الناس تسمع فهي الناس تصفق لي الناس تضحك حاجه عاديه. دونك التجارب وين تتعلم منها وين تغلط وين تتعلم نجم هذيك زاد تسهل لك برشا حاجات. دونك هنا بيان سور الانسان على قد تولي تتجاوزك البدايات الصعيبه بيان سور هي الغلطات في وسط الغلطات بعد كي تقعد تخرج من العمل نتاعك تقعد بينك وبروحك تقول والله الغلطه هذه علمتني شيء. مثلا انت لو غلطت في الخدمه شفت الجزاء العقاب نتاعها بعد شوي انت او غدوه وبعد غدوه ما عادش تنجم تعاود على الغلطه هذه على خاطر انت تعلمت. لو ما غلطتش شو اللي يصير؟ ثم نقطه لهنا خلينا نحكيو عليه هو الحقيقه يطول الحديث على الموضوع هذا نحاولوا في الوقت اللي بقى لنا انه نعطيوك الاسئله لهنا عادين. دونك اول حاجه ساعات ديما نتسالوا نلقاو صغار تصعب عليهم المواجهه تصعب عليهم البدايات في قرايتهم في عمر صغير في برشا حاجات. دونك لهنا اسكو الولي لهنا عنده دور انه يوصلك الصعوبه ذيك تصبح حاجه عاديه عند الصغير. دونك من التربيه من الطبيعه من الانتوراج من العائله هذا يكون ينجم يسهل الصغير انه يخليه انسان القدام انه يتجاوز البدايات الصعيبه. طبعا مثلا دائما مرتبطه بكيفيه الجواب نتاع الولي. باهي يجي تلميذ الى الاب او الام نتاعه يقول له انا اليوم راه تعرضت لصعوبه. يقول له شنو هو ولدي الصعوبه؟ يقول له والله يا بابا معناتها راني انا الدرس اليوم ما فهمتوش. يقول له حاجه عاديه انك ما فهمتوش ما زلت جديد انت معناتها في الموضوع هذا وما زلت بدايه سنه جديده. يقول له مثلا حاجه اخرى باش يعاود يزيدوا معناتها في السلبيات لانه سمعها. يقول له لا والله يا بابا الاستاذ ما عجبنيش. يقول له عايش ولدي لا الاستاذ هكا راهو باهي. كلام اصحابك مش هو مقياس نتاع دونك شنو باش تصير انت هنا؟ باش تربيها على القياده. ماهوش كل شيء يحكيه لك هو صحيح وماهوش كل شيء يعطيه على الشخص هكا هو صحيح. دونك هنا وقت اللي انت مره مرتين ثلاثه اربعه نفس الاجابات دائما ايجابيه ولو انك تنجم تكون متاكد مثلا متاكد اللي المعلم هاك مثلا فيه طبيعه صعيبه او ساعات يعيط شوي او معاملته سافابا مع التلامذة لا لازم انت تعطي الصوره العكسيه. علاش؟ حتى لو هو موجود فيه سلبي المعلم هذا شنو يخلي؟ يخلي التلميذ وحده يتميز بالقيادة انه ينجم هو يتعامل معه. يقول انا والله بابا قال لي راي حاجة عادية. دونك باش يقعد نهار نهارين باش تغرس عقلية في هالتلميذ هذا انه حاجة عادية يتعامل مع الدرس انه حاجة عادية مرة ومرتين وثلاثة واربعة باش يعاود الدرس راهو في الاخير باش يفهمه وانه حاجة عادية باش يسمع الاستاذ او المعلم نتاعه مرة مرتين ثلاثة وفي الاخير باش يفهمه. دونك هذا سؤالك هذا مهم جدا انه صغارنا وقت اللي احنا طريقه الجواب نتاعنا ليهم على اي صعوبه باش يحكيوها لنا راهي هي اللي باش تحدد له المصير نتاعه. كما تعملش وسيب علينا ما هو جاوب واحد مثلا يقول له انا بابا والله راهو التلامذه اللي يروح معاهم راهم صعاب وراهم يضربوا فيا كذا. لا لا يقول له احنا راهو تلعبوا صغار وكذا كذا ولكن في حين اخر حتى باش ينصح التلامذه الاخرين يحاول كيفاش يمشي لهم وحدهم وينصحهم مش يمشي يقول له لا فك عليك وما عادش تروح معاهم وهذوكم خايبين وانا هات نمشي معناتها نوقف التلامذه هذوما. لا
خلي دائما الإنسانية ما بين التلامذة. وقت اللي نزرعوا احنا نوصلوا نزرعوا الإنسانية ما بين التلامذة، تأكد يقين ان باش نوصلوا الى مستوى راقي جدا. ونرجع لك معناتها الشعار بتاعنا اللي ديما نذكروا فيه، بناء الأجيال لتستقيم الأوطان. واضح. باش تنصح العباد اللي يخافوا من البدايات؟ طبعا هنا فما كيفاش معناتها البداية متاعك تنجم تبداها وانت مرتاح. اكثر حاجة الموظفين او التلامذة تأثر عليهم، وهذا نحكي لك فيه كلام خبراء مش كلامي انا، معناتها فما العوامل اللي 40% تأثر في الشخص تخليه ما ينجمش يكمل النهار متاعه، هو معناتها قلة النوم. راهو قلة النوم حاجة صحية كبيرة 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 برش. مش تقول لي انت يا باهي، مسؤولية موجودة، الصغار موجودة، الدار موجودة، تطيب موجودة، ولكن إجا نسألك عكس ساعتين وثلاث سوايع لتعديهم أنت معناتها ممكن نكتب الفيسبوك حاجات زايدة لا تزيدك حتى شيء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وقت اللي أنت تروح في الليل ما تتفرج كان في الأخبار السيئة، أو يحل الجزيرة أو يحل أدري شنو، يتسمع كان في الأخبار هاو الإرهاب هاو كذا هاو كذا هاو كذا. طبيعي جدا أنت باش معناتها مخك باش يتحمل حاجات أكثر من الطاقة نتاعه، انت باش تبدا غدوه ماكش باش تنجم تكمل النهار نتاعك. الحاجه الاخرى ما تجيش انت في الليل وتقول والله انا غدوه اسمع فك علي مانيش ماشي. هو اصلا ما طلعش الصباح وما بديتش انت صباح، ينجم يكون صباح مزيان، ينجم يكون معناتها عندك فيه معناتها مفاجاه جديده في الخدمه نتاعك كذا، هو بداها من الليل سبق قال لا انا والله غدوه ما عينيش باش نمشي نخدم. ايفيكتيفمون باش تقوم غدوه طبعا الهواية نتاعك مبرمج على انك ما تحبش تمشي تخدم، سوا ترسي لك في داخ. دونك النظام المعيشي او نظام الحياه اليوميه هو اللي يخليك انه يكون البدايات تكون سهله بالنسبه لك انت وتعرف كيفاش تتعامل معها. بيان سور. وهنا قاموا بتجربه، فما ناس في 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 نيوزيلندا قالوا والله احنا بصراحه كي نخدموا كي ما نخدموش كيف كيف. اوكي جابوا نفس الموظف قالوا قداش عندك تخدم انت؟ قال انا نخدم عندي 20 سنه. قالوا يلا شد الدار، خلوه في الدار 7 ايام. 7 ايام جاء لقى انه الوقت نتاعه اكثر من 7 ساعات فارغين ما عندهم يعملوا حتى شيء. علاش؟ لانه استانس بالعمل، مشى لهم قال لهم رجعوني للعمل نتاعي، وتغيرت الطريقه وبدات التاثير هذا، وبدات الدورات تمشي الى يعني الوزارات والى داخل المعامل والمصانع الكبيره انهم باش يوعيوا الخدامه راهو انت عندك قناعه ما خذها كيكه من الشارع، ما خذها حكاوها لك، لا والله صعيبه، لكن انت اذا ما تخدمش ما تنجم توصل لشيء، اذا ما تخدمش ماكش بتاخذ تجربه، واذا ما تخدمش كيفاش باش تعرف العباد؟ كيفاش تعرف تجارب الحياه اللي هي مره او مش مره، او قاسيه او مش قاسيه، وكيفاش باش تنجم تكون انت يعني صاحب اسره او غيره باش تنجم انت توصل الى مستوى معين. دونك هنا هذا الشيء المهم اللي يخلي الانسان دائما ينجم يفرق ما بين انه العمل اسكى حاجه خايبه ولا حاجه باهي. راهو في النهايه وفي العالم من غير عمل راك ما تسوى شيء. سواء العمل في الدار وسواء العمل في الخدمه وسواء العمل نتاعك، حتى انت تمشي تقرا راهو اسمه عمل، لانه انت تقرا توا باش تكون المستقبل نتاعك، لانه انت تقرا توا تحب غدوه يكون عندك نهار مزيان. دونك هنا نحب معناتها نختموا بها النقطة هذه، نختموا بنقطة مزيانة اللي هو يعني شعر مزيان، قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الأفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. يعطيك الصحة، شكرا لك، بارك الله فيك عدنان، سعد لي على حضورك معنا. إن شاء الله في كل مرة نختاروا موضوع كي نعطيه شوية نشاط وحيوية العباد اللي يسمعوا فينا. طبعاً مع بدايات الأسبوع طبعاً سيستمر البرنامج هذا، معناتها راهو ننتظروا اقتراحات مزيانة معناتها. أكيد كان عندكم اقتراحات مواضيع زيدا تنجموا تبعثوهم تو سويت على الباج فيسبوك راديو ميت تونسي ولا باج برنامج برايم تايم باي راديو ميت. مازلنا باش نحكيو على العمل كما قلنا لكم، دونك باش تكون معنا فتاة تونسية بالتليفون تخدم في الميدان الفلاحي، نعاودوا نتعرفوا على خدمتها على نهارها كيفاش تعدي. والأكيد ديما في كل مرة نحاولوا نشجعوا الشباب سواء في خدمتهم سواء في نشاطاتهم، وهذه حاجة مهمة أنه نبثوا النشاط والتجارب باش الناس الكل تسمع تجارب ابعثها. سينو نسمعوا ثامر حسني عايش بشوك، نسمعوا لطيبوشنا قريتك ما نعرف.